الدكتور أحمد طه ريان شيخ المالكية. المولد والنشأة. هو أحمد بن طه بن ريان عضو هيئة كبار العلماء، ولد بمحافظة الأقصر وحفظ القرآن الكريم في صغره، ثم التحق بالأزهر الشريف وتدرج فيه حتى تخرج في كلية الشريعة الإسلامية، ثم حصل على شهادة الماجستير في الفقه المقارن ثم الدكتوراه. بدأ ريان رحلته العلمية مدرسا للفقه المقارن، ثم ترقى في مناصب الجامعة إلى أستاذ ثم رئيس قسم ثم عميد لكلية الشريعة والقانون ثم عضو مؤسس بهيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر. الإمام أبو حنيفة زار الإمام مالك وجلس مع بعض مدة طويلة، وأخذ الإمام أبو حنيفة مجموعة من روايات الإمام مالك، كذلك الإمام الشافعي جلس الإمام مالك كتلميذ سنوات وسنوات وسنوات. الإمام أحمد بن حنبل تتلمذ على مين؟ على الشافعي. يعني كلمة إمام الأئمة ليست هي زي باب الدعوة، إنما هي واقعة حقيقية. مؤلفاته العلمية. من أبرز مؤلفاته المسكرات وعقوبتها في الشريعة الإسلامية، والمخدرات بين الطب والفقه، وتعدد الزوجات ومعيار العدل بينهن، وضوابط الاجتهاد والفتوى، وفقهاء المذهب المالكي، وسنن الفطرة بين المحدثين والفقهاء، وملامح من حياة الفقيه المحدث الإمام مالك، والبيوع المحرمة وأثرها في تعامل المصارف، والتعليق الفقهي على مدونة الإمام مالك، والمدخل الوجيز في التعريف بمذهب إمام الفقه والحديث مالك بن أنس، والرد على الفكر العلماني، والذبائح في الحج، وغير ذلك من مؤلفات. مناصب علمية. تولى رحمه الله منصب عميد كلية الشريعة والقانون بأسيوط، كما تولى منصب رئيس موسوعة الفقه الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وعمل عميدا لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الأحقاف باليمن، ووكيلا لكلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي، ورئيسا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ورئيسا للمكتب الأكاديمي للجامعة الأمريكية المفتوحة، كما عمل رحمه الله أستاذا للفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكذا بجامعة أم القرى، حيث أشرف وناقش المئات من رسائل الباحثين بمرحلة الماجستير والدكتوراه، كما قام رحمه الله بالعديد من الرحلات العلمية إلى السعودية والأردن والإمارات والكويت والبحرين وتونس ونيجيريا وباكستان وأوزبكستان والدنمارك وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. ملامح من شخصيته. اشتهر رحمه الله بالتواضع وحسن الخلق، كما عرف بقوة شخصيته وصلابته في قول الحق، ولا يخاف في ذلك لومة لائم. لماذا نتدنى بديننا إلى هذه الدرجة؟ اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. وقضى حياته ينشر العلم بين الناس، وحلقاته بالجامع الأزهر خير دليل، حيث ظل مرابطا على حلقات العلم إلى أن أصابه مرض الوفاة الذي مات فيه. كثير من البنوك يضعون لافتات يافطة، بنك الإسلامي، معاملات الإسلامية، للأسف للأسف للأسف، وليست إسلامية. وفاة الشيخ أحمد طه ريان. توفي رحمه الله صباح يوم الأربعاء الموافق للخامس من شهر رجب
لعام 1442 من الهجرة، وشيعت جنازته من الجامع الأزهر بالقاهرة بحضور عدد كبير من العلماء والصالحين. رحم الله الإمام وجمعنا وإياه بصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.